أقيمت بين 21 و23 من الشهر الجاري فعاليات معرض النخبة الثاني في الرياض بمشاركة العديد من كبريات الشركات المتخصصة بتقديم السلع والمنتجات الفخمة، ليستقطب المعرض الزوار هذا العام من رجال وسيدات الأعمال وكبار الشخصيات والمهتمين في المجتمع السعودي بعد نجاح نسخته السابقة في العام الماضي. طبعا صعب احكيلك على المشاركين لانه تقريبا اكثر من 90 بوث، السنه راحت تقريبا كان من 36 الى 40 بوث، السنه دي صار اكثر من 90، يعني دبل يمكن مرتين او ثلاث مرات. زي ما انت شايف الحمد لله الحضور نقدر نقول كويس الحمد لله. طبعا لو شفنا الدول المتقدمه يعني في المعارض قبلنا، يعني خلينا نقول الدول الاوروبيه، امريكا مثلا، خلينا نقول جيراننا دبي، حتلاقي الاقبال على المعارض اكثر من السعوديه. السعوديه يمكن لسه 30% بدوا يعني ثقافه المعارض واهدافها، ويعني ايش الاسباب اللي تخلي الناس تسوي معارض. فشوف انه بدا الناس يفهمون ثقافه المعارض على حسب المعرض. يعني ممكن خلينا نقول احنا قبل شهر كان عندنا معرض الرياضه، كان كل ما يتعلق بالرياضه، يعني معرض رياضي بس، يعني معرض النخبه لا، كل شيء يتعلق بالفخامه اللي هو إليت، كل شيء يتعلق بالفخامه حسب المعرض وحسب مسمى المعرض وش المعرض ايش يهدف له. أصمم عبايات ملونة، ملونة حبيت أطلع الفتاة السعودية بشكل ثاني غير الأسود اللي متعودين عليه، لأن الدين الإسلامي ما اختار لون الأسود، فحبيت كل واحدة يكون شخصيتها في عبايتها. بدايتي أهل وأصحاب وكذا، بعدين طلعت إنستغرام ومعارض سنتين، وإن شاء الله قريب أفتح لي بوتيك. يطلع اسمي أول شيء برا الخليج، بعدين أفتح لي محل يعني يطلع اسمي باللوجو حقه. عرض بعض أعمالي، طبعاً أغلب أعمالي هي لها رسالة أوصلها، فعشان كذا أنا حابة أني أطلع يعني، وحابة أنه الناس تشوف أعمالي وتشوف الرسائل اللي أنا أبغى أوصلها. كل عمل له رسالة معينة، له فكرة معينة، له جملة معينة أنا حابة أني أوصلها. إذا حاب أنه أشرح لك بعض الأعمال، أنا بديت من الصغر، يعني أنا عندي موهبة، بعدين درست والحين قاعدة أدرس وأمارس مع بعض. أي قبل شاركت في معارض منتجون، في الجنادرية شاركت، مشاركة إن شاء الله قريب معارض. أطمح أني أوصل أفكار أو رسائل معينة الناس مو قادرة تستقبلها بعبارة صريحة، فأنا أحب أني أوصلها بلوحة ممكن الناس أنهم يستقبلونها أكثر من العبارات الصريحة، ممكن تكون قريبة كمان للنفس أكثر من العبارات الصريحة. يعني أول شيء أعرفك، أنا سجلت في واشنطن بوست كأول إمرأة سعودية ترسم بالقهوة العربي، وحاليا بدأت أتطور شوية شوية لما صرت أرسم لوحة ملونة بمواد طبيعية من المطبخ خالية من ألوان تماما، كركدي، شمندر، دقيق، لبن، نعناع، قهوة عربي، قهوة تركي. بدأت الفكرة أني كنت أرسم بقهوة عادية، بعدين شوية شوية صرت أدخل أجرب أخلط ألوان مع بعض، يعني ممكن أخلط خامتين مختلفة مثلا كركم مع دقيق يطلع لي لون جديد. لا لي مشاركات سابقة، أول مشاركة لي كانت قهوة شوكليت 2014، واستمرت المشاركات مثل السمو الخليجي، معرض الرياضة، قهوة شوكليت سنتين 2014-2015. أنشر وعي أنه إحنا ما نحتاج أشياء صعبة عشان نبدع. تقدم الجهات المشاركة في ملتقى النخبة منتجات فاخرة من المجوهرات والأثاث المنزلي والديكور، كما شاركت في المعرض شركات ومؤسسات تقدم ما لديها من خدمات راقية. فالمعرض يشكل منصة يجتمع فيها أصحاب الذوق الرفيع من المشاركين الذين يقدمون منتجات متميزة وخدمات راقية. طبعا احنا نقدم كل منتجات التجميل المميزة اللي احنا نتميز فيها والسوق كله يتميز فيها وبأسعار تنافسية. اي نعم، احنا مؤسسة عائلية تكون جميع افرادها من عائلة واحدة، ونقدم كل اللي نقدر عليه. طبعا احنا في محافظة المجمع ولكن عندنا توصيل، ونحاول نقدم لأي مكان في السعودية اللي يخدمهم ويخدمنا بنفس الوقت. والله كانت قبل 3 سنين تقريبا، وبدينا بكشك
بعدين قمنا نطلب من نفس الطلبات اللي تطلب وكذا، طلبات وطلبات طلبات، بعدين صرنا نجيب من بالألف 2000 حبة وكذا، والحمد لله. أنا إن شاء الله طموحنا أنه نخدم أول شيء المواطن السعودي، نوفر له كل شيء، بدل ما أنه يجي من هناك بريال يصير هنا بمية ريال، لا نحاول قد ما نقدر أن نجيب، يعني نخليه بأرخص الأسعار وأسعار ممتازة بالنسبة له تخدمه وتخدمنا. طبعا معرض النخبة نعتبره احنا نقلة بالنسبة لنا، كان بداياتنا على الانستغرام طبعا، وكون مشاركتنا هنا نعتبرها نقلة عظيمة لأنها شجعتنا وساعدتنا أن نوري الناس ونشوف رأيهم مباشر كشخصي يعني، والحمد لله نشوف الانطباع جدا رائع، والتعامل كان هنا بالنسبة للمعرض ومنظمين المعرض أيضا أروع وأروع. مشاركتنا عبارة عن نجيب الأشياء الجاهزة ونوظفها وننسق عليهم اللي هو الورد الصناعي، أيضا نقدر ننسق هدايا، نعمل صواني كمناسبات وأفراح، أيضا استقبال ولادة، مناسبة زواج أو حفلات، أيا كانت نوعية الحفلات. طبعا بالبداية كانت بسيطة، وقد يكون يعني الطلبيات يمكن تكون يوم طلبية واحدة بالأسبوع، بس أنا ما عندنا مشكلة بنواصل إن شاء الله، تكون ما في طلبيات بالشهر كامل، لكن بالنتيجة بالنهاية إن شاء الله أن يكون ظهورنا أقوى. طموحنا أن نقدم كل جديد، وغير كذا نطلع ويدرون حنا كفتيات سعوديات أننا قادرين مهما كان الظروف، ما توظفنا ما حصل لنا شيء، أن ننتج شيء جديد بدينا، حتى لو كان يعني مثلا هنا الدولاب ما كان، كان سادة مثلا، وأنا قدرت أوظفه وأشتغل عليه، وهذا اللي أتمنى أن يعني الجميع ما يوقف، أنه في مجال أني أنطلق. هذه أول مرة أشارك في الريتز كارلتون، يعني صار لي 3 شهور تقريبا مبلش العبايات، وأنا بصمم برسم بنفذ كل شيء. مشاركة أنا وصديقتي هنا مع في الإكسسوارات خلود عرنوس، الحمد لله يعني معرض ممتاز، في إقبال. ممكن بغير بالعباية التقليدية لأي مرأة مثلا تلبس عباية الأسود، بعيد عن الأسود، بعيد عن نفس الموديل التقليدي للعباية من إحنا صغار، فهي هي كانت الفكرة، التغيير، الهدف التغيير. والله في إقبال الحمد لله، الملون يعني العالم ترغب الملون، وبالذات إحنا جايين على رمضان، فلا الحمد لله يعني كله ممتاز.
يتطلع ملتقى النخبة الثاني لفتح آفاق جديدة في مجالات الاستثمار، مما يوثق الارتباط بعالم تطوير الأعمال، والذي ينتج عنه ولادة شراكات ومؤسسات استراتيجية استثمارية يقودها الشباب في المشاريع بين القطاعات المختلفة. وهذا ما يجعل العالم قرية واحدة، والتي بدورها تفتح مزيدا من الآفاق الاستثمارية لعالم المال والأعمال. ومن هذه المشاريع المشتركة التقاء الشركات المتعددة التخصصات في مكان واحد، مما يخلق أجواء استثمارية تعود على المشاركين بمزيد من الفرص للوصول إلى الأهداف المرجوة وفتح شراكات لهم وتطوير الأعمال بشتى المستويات. أنا مشاركة بالبوث تبعي أوكي باي سارة. أنا أقدم حلا غريبة، طبعاً الغريبة التقليدية إحنا معدلين عليها مغيرين فيها، وحبينا نعرضها للناس عشان للانتشار أكثر إن شاء الله وللسوشيال. الفكرة صراحة إنه الناس حابة الغريبة، بس أنا بالنسبة لي ما كنت أحبها بالطعم العادي، أحس إنها تيستلس يعني ما فيها طعم ما فيها نكهة، فحبيت إني أنا أجيبها وأغير في المقادير في المكونات بحيث إنها تطلع بشكل يرضي الناس ويرضيني كمان ويطلع بشكل جديد. الإقبال ما شاء الله يعني كان ما توقعت كذا صراحة، أفضل من أنا توقعتها. حلول تظليل ذكية، مقدمين تظليل إلكتروني. تظليل إلكتروني يتيح لك أنك تقدر تتحكم درجة الخصوصية الموجودة عندك، سواء في البيت، في المكتب، في السيارة. التظليل يتيح لك أن تقدر تتحكم درجة التظليل تدريجيا من الشفاف للكاتم. اللي ميزنا أول شيء درجة العزل، عزلنا 98% وعزل فعلي، ما في أي تظليل آخر موجود يقدر يعزل بذل قوة. الشيء الثاني أنك أنت تقدر تتحكم بدرجة التظليل. التظليل الثاني تختار درجة معينة وخلاص، هي اللي تكون موجودة عندك في المكتب أو في البيت أو في السيارة. هذا لا، بيتيح لك خيارات كبيرة، أنت تقدر تتحكم بالدرجة زي ما أنت تبي. عبد والله، أنا حبيت أمثل بالمشاركة هذه عن ثقافتنا وعن أصالتنا بالفروسية والطير، وزي ما انت شايف انت بعض الأعمال البسيطة هذه شاركت في أكثر من معارض، وشاركت وحصلت على الثالث على المملكة في إحدى المشاركات اللي هي تكون آخر مشاركة لي أنا في بعض المشاركات البسيطة سمين فيها. والله من الطفولة وأنا أمارس الفن التشكيلي والحوسة بالألوان والمشاركات فيها. والله نحاول ما زلنا نحاول أنها ترتبط معنا في التجارة، ولكن الجمهور هنا ثقافتهم بالفن التشكيلي شوي صعب. يعني الآن بعض الأعمال سعرها يقولون غالية، ويجهلون التعب الفنان ويجهلون دقتها ويجهلون الشيء هذا فيها، وهذا اللي أنا خلاني أني أنا أحاول أمشي مع الجمهور. والله بالأشهر يعني شهر شهرين أسبوع أسبوعين على حسب نفسية الفنان وإبداعه. يأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه سوق المنتجات والخدمات الفاخرة في السعودية نموا كبيرا، إذ احتلت المملكة المركز الثامن عالميا في مؤشر الدول الأكثر انفاقا على السلع الفاخرة. هنا يعني حبيت أني أعرض مشروعي، لأنه في فكرة جديدة أني أدمج الفن بالخشب، والناس كثير يعني حابين يشوفون الأفكار، فحطيت الأفكار اللي هنا، واللي عندها أفكار زيادة كثير جو كلموني عن أفكارهم أصممها لهم. والله البداية كانت يعني هو صعبة الفكرة، حسبت إنها ما راح أقدر أسويها، بس بديت بأشياء بسيطة وخشب ما يكون عريض، تصاميم بسيطة قدرت إن أسويها، بعدين تطور. والله يعني إقبال كثير لأن فكرة جديدة، ومو إنه يعني شيء مقلد، لا شيء جديد. أنا الله يسلم كشتول زي ما تشوف تفصيل مسابح، أفصلها تفصيل، يجذبون عندي يختار الحجر والخيط والفواصل ويختار الرأس، يعني في غضون 20 دقيقة تكون سبحة جاهزة عندك. كلها أحجار طبيعية كريمة، لازورد، ملكايت، كوارتز، أونيكس، بشكل عندي فوق 20 حجر. كانت هواية طبعا، وانتقلت من هواية البزنس، هواية من يوم صغير طبعا في المجال هذا، فأحب الأحجار الكريمة بشكل عام، بس صرت على السباحة قبل 5 سنوات. بزنس، تعرف بزنس، ونشوف الزباين، نتعرف على الشغل أكثر. يعني زي هذا جاتنا 3 أفكار سبح جديدة، تعرف لقاء الزبون يعطيك يلهمك بأشياء كثيرة على غير العادة.
مشاركتي تصميم عبايات حديثة بتصاميم جديدة مختلفة عن المعتاد، يعني فيها ألوان، فيها في نفس العباية تلاقي ثلاثة أو أربعة أنواع من الأقمشة المختلفة. والله أنا يعني حابة التصميم من زمان، وجربت في مجالات كثير مختلفة، كنت أصمم صحون سيراميك، إكسسوارات، كنت أرسم، فحابة المجال التصميم من زمان، وأخيرا لقيت نفسي في تصميم العبايات. الصراحة ما شاء الله ذوق جدا راقي الصراحة، مع أني أول زيارة لي في السعودية، بس ما شاء الله حلو. ديزاينر صراحة حلو، يعني تأخذ طبع، يعني كديزاينر لازم نشوف ونأخذ كم، يعني صراحة ذوقهم جد راقي، يعني الصراحة يعني كشعب سعودي يعني، والعبايات مرة راقي، يعني التصاميم مغربية تختلف، يعني كسعودي كمغربي كدول تانية، يعني تختلف كل واحد لديزاينر.